السلام عليكم. هنا كتبدأ عملية التشطيب استعدادا لكأس افريقيا وكأس العالم بمدينة اكادير بموحدة ملعب ادرار. كما كتلاحظوا راه انا جيت كيهضر مع الشباب على الجوكرية ديال اخوانا تبارك الله عليهم. دامي عملية تشطيب جميع مناطق ملعب ادرار بمدينة اكادير. شوفوا الجديد، ديما كنجيب لكم الجديد. وعملية تسيج الملاعب تدريب، تبارك الله ملاعب نظيفة جيدة جدا، خاصة شوية ديال النظافة. وصافي هنا يكون منطقة رياضية 100%. كما كتلاحظوا الإخوان حنا في الطريق السريع المداري بين بمدينة أكادير، كيشد بين الطريق مراكش لمرسى. الطريق ولا جميل جدا كامل ومكمول. هادو الدواوير المحادية للأدرار. هنا العروسة ديما معاكم. هذا الطريق كتدي لمراكش، وهذه كتدي لمرسى. كما كتلاحظوا الطاكسيات الصغار كلشي غادي مزيان. العملية راه الناس خدامين كيشتغلوا بجد ونشاط. هذا الصباح هذا كاين غير القدرور، كنقولها بالشلاحات تاك درورت تمازيغ، كنقولوا تاك درورت تبارك الله. الخدمة بدات صافي، يعني داكشي اللي كان كافة الجزائر كيتجمع. هادي كتسمع عملية التشطيب المحادية لملعب ادرار، باش هاد البلاصة كلها تولي بلي جاردان ديالها، بالشجر ديالها، بالمسائل ديالها. هاجي شركة من الشركات المغربية عاوتاني تخدر الدنيا هادي ترجعها. راه وقيلا التشجير بدا من الجهة الأخرى. كنا بغينا نمشيو لملعب ادرار، ولكن كيقول لك خاصك الرخصة. الرخصة مكاينش اللي يعطيك راس الخيط. وان شاء الله غنجيبوه وغندخل للتيران نشوفو اش جديد، اشنو الجديد تما. هادي هي ملعب ادرار. كما كتشوفوا تبارك الله عليكم، تبارك الله الاخوان خدامين كلشي خدام. ايوا هادشي اللي كاين. كما كتلاحظوا هاد الفيديو هذا جاء على السريع، شفنا الاشغال غاديين وشفنا الاشغال، وحنا بغينا نصور لكم باش تعرفوا ما الجديد بمدينة أكادير وبالضبط بملعب أدرار. الجديد هو التشطيب كما قلنا، التشطيب محادي لهذا الملعب وهذا الملعب ملاعب التدريب. راه شطبوا الجهات اللور كله تشطبت، راه هي كما هي كامل تشطب. راه حيت كاينه الشمس دابا ما كيبانش ليا، خصو كلشي تشطب. الخدمة غادية الحمد لله مزيانة. وقيلا نقول لكم مع السلامة والسلام عليكم. الجزء الثاني راه كيف قناة أنا جيت، تبعوها معكم وتبعوا معكم قناة مولاي مالك. وصلنا الإخوان الألف، ما بقى والو، بقات واحد 140، وصلوا الألف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعمونا دعمونا بجيم وبارطاج.